محمد عندك العالم العالم عندك شهادة؟ نعم عندك شهادة جامعية؟ شهادتي شهادة علمية. عندك شهادة علمية؟ نعم. ماذا درست؟ نعم ماذا درست؟ العلوم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الثقافة. لماذا ترشحت أو لماذا تنوي الترشح؟ جئت لأترشح للجزائر من أجل الجزائر، من أجل الأمة الجزائرية وإنقاذها من عصابات خربت البلاد ودمرت كل بيوت العباد. إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه عليه وسلم. أما بعد، أحيي كل الشعب الجزائري بهذه المناسبة، وأحيي الجيش الوطني الشعبي ضمير الأمة الحي، وأحيي كل المخلصين وكل المخلصات، كما أحيي كل الصحفيين والصحفيات وكل الإعلاميين والإعلاميات بهذه المناسبة التاريخية العظيمة التي نحن نحتفل بها اليوم موافقة أو إحياء لذكرى 5 أكتوبر ترحم على شهداء الوطن، شهداء الغدر، الشهداء الذين ضحوا من أجل الحرية والاستقلال، من أجل التمتع، من أجل الحرية، من أجل التبصر، من أجل التجمع والوحدة الوطنية. إذن هل لك البرنامج؟ عرفنا بنفسك وشهاداتك ومنصب عملك وبرنامج. محمد معولي عالم سياسي، عالم اقتصادي، عالم اجتماعي وعالم حربي. تيروريزم بوليتيك، تيروريزم فورستيك، تيروريزم سيانتيفيك. لولا الإرهاب العلمي لما وصلت الجزائر إلى ما هي اليوم. بخصوص ربما هو الشرط هنا الشهادة الجامعية. الشهادة الجامعية أنت لأنه هي الشرط الأساسي في الترشح. أنا شهادتي علمية ليست جامعية، ومن يدعي بشهادته الجامعية عليه أن يقابل العلماء، لأنني من أكبر العلماء في هذه البلاد. وظيفتك سيدي وظيفتك؟ وظيفتي كنت حرفي في بناء العمارات أو في بناء الوتشين. عندما بصوا إذن أنت واحد من أولئك الذين قال عليهم الله عز وجل: وإذ لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذ خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. برنامجك سيدي برنامجك. من هؤلاء المستهزئون الله يستهزئ بك. إذن إذا أردت أن تحاور العالم، ما هو البرنامج؟ لا تجادل العالم إلا بالتي هي أحسن. أنت لا تقسى قلوبهم ولا تعمى أبصارهم عليهم. البرنامج الداعي هو بناء الجزائر، تحرير الجزائر من كل مخلفات العصابات الذين عاثوا في الجزائر فسادا وخرابا ودمارا. كيف؟ كيف؟ بالسرقة والنهب، بالمافيا الإدارية. كيف سأغير؟ سأغير بشخصيتي وأفكاري وعلمي وشجاعتي وإيماني وصدقي وإيماني بالوطن. وإذا رفضوا منحك الاستمارات؟ نعم. وإذا ما رفضوا منحك استمارة الترشح؟ سأكون من ضمن الذين يملكون شعبا قويا في هذه البلاد، حتى وإن لم أترشح سأقضي على كل الطامعين، ليس الطامحين. كيف؟ لأني على علم أن المترشحين الحاليين كلهم وجميعهم من مخلفات المفسدين. كيف ستقضي عليهم؟ سأقضي عليهم بعلمي وأفكاري وشجاعتي وشخصيتي وشعبيتي. شكرا. سأفجر هذه الأمة. سأفجر هذه الأمة. حمزة. وسأطلب وسأفرض كيف توظيف الجميع، إسكان الجميع وتزويج الجميع. زوجونا. نعم سأعيدها مرة أخرى بعد أن قلتها في الانتخابات الماضية. حزوجنا. مشروعك إذن تزويج الجميع. تزويج الجميع. ألم تعلمي أيتها السيدة الكريمة وكل الحضور الكرام، ألم تعلم أن في الجزائر
15 مليون مطلقة جزائرية، هل من الدين الحل؟ هل هو هل هناك دولة من كل الدول العربية والإفريقية والأوروبية وحتى الصهيونية تملك 15 مليون امرأة مطلقة؟ من هذه؟ من هذه؟ في الجزائر. شو قال لك؟ من جبت الإحصائيات؟ إحصائيات عالم، إحصائيات العالم. مين؟ رانا في الجزائر. تبعي الإحصائيات. 15 مليون مطلقة. تبعي 15 مليون جزائرية مطلقة. إذا الجزائر اليوم، أختم هذه الكلمة، أن الجزائر اليوم لا هي مطلقة ولا هي متزوجة. دونك لالجيري ني ماري ني ديفورسي. تحيا الجزائر والمجد والخلود لكل الشهداء الأبرار. ونفجرها. والله أكبر. سنفجرها. السلام عليكم.